إذا تفضلوا واحدة واحدة. رئيس تفضلوا سيد النائب تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيدة النائبات، السادة النواب، السادة الوزراء. سيد الرئيس، هذه القضية ديال تفعيل المادة 152 طرح إشكال حقيقي، لأن حنا ما عارفينش يعني بالنسبة للحكومة الدورة السابقة اللي دازت ولو مرة واحدة برمجت المادة 152 ولو مرة واحدة. الآن منذ الافتتاح إلى يومنا هذا مازال ما تبرمجتش. هذه المشاكل اللي كيكون عندهم واحد الطابع عام ومستعجل، إمتى بغينا نطرحوهم؟ دابا ها هو مقبول عند المكتب، رحنا عاد نشوفوا الحكومة، والحكومة جاية اليوم باش تهضر لنا على التعليم. علاش هذا 152 ما دارش؟ ثم قضية التضامن الحكومي، الوزير خاصو يعرف بلي هذه جلسة دستورية وخاصو يحترم المؤسسة التشريعية وخاصو يديرها أولوية ماشي يسافر. إلا سمحتوا إلا سمحتوا السادة النواب، السادة النواب، السادة النواب، إلا سمحتوا رجاء السادة النواب، أعتقد السادة النواب، سيد الرئيس، السادة النواب، إلا سمحتوا إلا سمحتوا. نعم لا انتهى توقيت، انتهى توقيت. لا مازال ما انتهاش الوقت السيد الرئيس. لا وكملتوا ولا باقي؟ لا دابا السيد الرئيس دخل قال لك. لا ولكن كملتوا، ولكن كملتوا نقطة النظام ديالكم. واش أنا قلت كملت السيد الرئيس؟ أنا ما قلتش كملت. تفضل واش. تمت مقاطعتي. حنا ملي كتكون في واحد النشاط ملكي ولا شي مسألة استراتيجية. وحنا كنتكلموا على الوزراء اللي ما كيحضروش. السادة النواب، السيمو، السيمو، الا سمحت رجاء ما تخلوناش نضطروا نفعلوا معاكم مقتضيات النظام الداخلي، خلونا ندوزوا هذه الجلسه بطريقه هادئه رجاء. الا بغيت تاخذ الكلمه غادي تطلبها وغادي نعطيك تاخذ نقطه نظام، ولكن باش تطاول علينا بهذا الشكل هذا امر غير مقبول. شكرا. تفضل سيد الرئيس، حنا رحنا مسؤولين وكنعرفوا اعضاء الحكومه الا كان عندهم شي حاجه استراتيجيه اللي فيها مصلحه ديال المغرب على برا ما عندنا مشكل، ولكن واش كاع هاد الناس كلهم ما كاين حتى واحد هنا في المغرب؟ خاصهم يعرفوا بلي المؤسسه التشريعيه خاصها تحترم، والسيد الرئيس كان كيحتج على الوزراء ملي ما كانوش كيحضروا، خاص يحتج عليهم حتى اليوم، ماشي لانك الان اصبحت في الاغلبيه ما تحضر. شكرا شكرا. لا عطيتكم نقطه نظام، لا عطيتكم نقطه نظام، لا ما يمكنش نعطيك جوج نقط نظام، اسمح لي. لا استاذ عند لا السيد النائب عندك دقيقه، استفدت من دقيقه كامله، ما يمكنش نعطيك جوج نقط نظام. لا لا فيما قيل انا اللي غادي نرد على ما قيل، الا سمحتوا الا سمحتوا الا سمحتوا. تفضلوا اسيم. سيد الرئيس شكرا. بعدا وانا قدام العالم كيشوف، والسيد النائب كيقول ما كاين حتى وزير، وزير العلاقه مع البرلمان، وزير التعليم العالي، تبارك الله القاعه كيفاش نعمره بالساده النواب ونجيو نبقاو نمثلوا على المغاربه. شكون اللي شاد الباب وادير حوكه في الوزاره السياده في الدنيا؟ شكون اللي شاد الباب؟ الا سمحت وإلا سمحت رجاء سيمو سيمو. أولا دابا ما عطيتكش الكلمة، دابا من المفروض أنك الآن ما تناولش الكلمة، ومن المفروض أننا وقفناك بالقانون، لأن النظام الداخلي واضح، نقطة نظام يتعين أن تكون في التسيير أو في احترام النظام الداخلي. أنت ما عندكش الحق تجاوب الزملاء ديالك، هذا أولا. ثانيا الملاحظة اللي ثرتها السيد الرئيس، احنا غاية ما يمكن أن يقوم به المكتب قدمت أمامه طلبات بعد أن تأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 152، حناها على الحكومة، ولكن الحكومة كان لها نظر آخر، خاصة أنه قال لك كاين عندنا الموضوع ديال التعليم اليوم. هذا احنا عندنا جواب ديال الحكومة حول هذا السؤال الذي طرح في إطار مقتضيات المادة 152 وكتقول فيه هذا الشيء. ثانيا بخصوص مقترحات القوانين، مقترحات القوانين اش ممكن يدير المكتب المجلس اكثر مما قام به؟ احنا كنقول لكم على السادة رؤساء اللجان ان يتحملوا المسؤولية، وذلك بإخبار الحكومة والشروع ومواصلة الإجراءات للنظر في المقترحات، ولكن إذا كان اللجان تتقاعس كيفاش بغيتوا المكتب ديال مجلس النواب
يفرض لا الا سمحتوا رجاء. لذلك خصنا حنا نتحمل المسؤوليه، حنا خصنا نناقشوا ما دمت غايه ما نلزم به هو اشعار واخبار الحكومه. اذا ارتأت ان لا تحضر ولكم ان تواصلوا المبادره التشريعيه.